السلام عليكم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. من دون مقدمات كثيرة، من هو محطم السقيفة ومدمرها؟ الحاج وعد اللامي، خليكم مع هذا الوثائق الشيق لشخصية الحاج وعد اللامي. ما أوصيكم تفاعلوا مع المقطع، خلوا له لايك، شاركوا بالجروبات، جروبات الواتساب، جروبات الفيسبوك، حتى ينتشر أكثر وأكثر. الشكر الجزيل للمعلق الصوتي المبدع سجاد، وبالتأكيد الشكر الجزيل للمبدع المونتير منتظر. شكرا لكم على هذا العمل الرائع. نخليكم مع هذه الرحلة من الحاج وعد اللامي، وفي أمان الله. من هو محطم السقيفة ومدمرها؟ الحاج وعد اللامي. سنأخذكم برحلة وثائقية لأحد أكثر الشخصيات تأثيرا ومحبة بين الناس. قبل أكثر من 30 عاما، بداية بالدعوة لمحمد وآل محمد عن طريق أسلوب مميز ميزه عن غيره وجعله من أبرز المدافعين عن الدين الشيعي، دين العتة الطاهرة صلوات الله عليهم أجمعين. أسلوب اندمجت فيه الفطنة والذكاء والفراسة والحكمة، وبالتأكيد الصلابة والقوة بالدفاع عن الدين الحق. حديث عاش، هذا يمكن أغلق التليفون. وقف الوقت. أخواني الكبار، الله أكبر، والعزة لمحمد وآل محمد. العزة لمحمد وآل محمد. أنا أتحداكم جميعا. الآن تسمعون صوتي وترون صورتي، أن تأتوا بآية واحدة من هذا الكتاب اتفقتم على تفسيره. وفي هذا الوثائق سنأخذكم برحلة متعمقة تصف أسلوب الحاج وعد اللامي في الدعوة لله عز وجل ورسالة النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله ولأهل بيته الطيبين الطاهرين. من أكثر ما يميز أسلوب هذا الشخص واحترام الطرف الآخر، وأيضا الجميع تحت مبدأ الحق والمساواة، فتراه لا يجامل الشيعي على غيره. نلاحظه في بعض الأحيان يوقف أكثر شخصان مهمان له، وهما السيد ميثم الموسوي والشيخ أحمد الإمامي، في سبيل إعطاء الفرصة للآخرين. وهذه أول مميزات الحاج وعد اللامي، وبالتأكيد سننتقل إلى جانب آخر من أسلوب الحاج وعد، وهو الحكمة. أي أن الحاج له أكثر من 700 حلقة، نراه شخصا حكيما لا ينفعل ولا يبدي رأيا مستعجلا، إنما يتصرف بحكمة وروية، وكأنه يرى ما ستؤول إليه الأمور. الجانب الثالث بشخصية الحاج وعد اللامي هي احترام جميع الأطراف والاستماع له. بالاعتدال، وإن شاء الله الخير قادم إن شاء الله. رحم الله والديك، بارك الله بك. أهلا بأهل فلسطين الأبات، بارك الله بك. شفت إخواني، سني من فلسطين، هو يتكلم هاي رسالة نريد نوصلها، إنه إحنا عندما نتكلم بالعلم في هذا البرنامج، في هذه القناة الطيبة المباركة، لا نريد الفرقة بقدر ما نريد الحقيقة. لحظة أبو باكر التركي، إيه تفضل كمل. الحداد بدا طلعوني ما اعرف شيعي ما بيتبع عشرين، حاصرني الامام علي الحسن العسكري كتب تاريخ الائمه. الحدادكم زين كذب، انا ما عندي سعيد عليه، انا ما اعقب عليه، بس اكو مقطع صغير. حدادي طلع لي ما اعرف شيعي كتب تاريخ يزيد. استاذ حاصر يزيد عاصر عشر عاصر الامام علي. استاذ انت طلع لي تاريخ. لا كذابين يا ملعونين. لحظة أبو باكر، أولاً أستاذ، أنت لو تهدأ، لأن هذا ما بس أنت كذاب، أنت ملعون كذاب. هذا أبوك الحدالي لنا، أبوك الحدالي طلع براجل وتتحدالي لنا. أدري هذا. وبالحديث عن هذا الموضوع، نراه دائماً ما يتقبل انتقادات قوية من بعض الأخوة الشيعة، لأنه يستقبل بعض النواصب كأمثال أبو عائشة
وفارس السعيدي وغيرهم الكثير. مستمر في ذلك ليس لأنه يحترم عقيدة المخالف، إنما لأنه يحترم الإنسان كإنسان، ويريد أن ينعكس جانب إعلامي مختلف بالاستماع إلى الطرف الآخر. كيف لا وهو إعلامي محنك ومن أفضل الإعلاميين في هذا المجال. أنا أجب ثم أقدم واضح فيه. كمل باقي ما رأيك بمن يقول تعال شوفوا إخواني شوفوا. له تجارب عديدة من حوارات في وصال أو سفر أو المستقلة، والعديد من المناظرات في شتى القنوات الفضائية. لن أقاطع، ولذلك أنا نرى أن الإعلامي الذي ينسق المناظرات أو يكون طرفاً فيها دائماً ما يكون متحيزاً لأبناء جلدته، لذلك أخذ على عاتقه أن يغير هذا المسار من خلال الاستماع إلى كل الأطراف. باب الطين لحظة محمد لحظة يا أخ أبو محمد، أعطي الناس مجال حرية التعبير. الرجل يريد أن يعبر عن نفسه، هو رجل ما هو شيعي. الجانب الرابع وهو العلم الذي يحمله هذا الشخص مرفقا بالتواضع، يمتلك خزنا علميا كبيرا يجعله من أبرز محاوري الشيعة من إلزامات مخرسة وتحقيقات جديدة وأدلة لم يتطرق لها أحد، بالإضافة إلى سرعة البديهة في الرد على الشبهات، وكل هذا مرفق بالتواضع. أنا ما عندنا مشكلة أو لا أفهم مني أحمد الإمام السيد. فكما قلت ما عندنا يمتلك خزنا علميا كبيرا، ولكن لم يقل يوما إني أنا الأعلم أو الأفضل أو الأحسن، هذا حتى لا يعطي فرصة لنفسه أو هواه من السيطرة عليه وجعله متكبرا. فأنتم إحنا أقوياء بيكم. أحمد الإمام ترى ما هو قوي ولا أنا قوي، أقوياء أولا بالله وبمحمد وآل محمد وثم بيكم. إيش قد ما أنتم صرتوا بظهرنا نصير أقوياء. وبما أننا ذكرنا الجانب الإعلامي قبل قليل، فدائما ما نراه يحرص على إخراج المحتوى الخاص به بأفضل صورة ممكنة، بالإضافة إلى تمنيه أن يكون الشيعي دائما في القمة من وسائل التصوير أو الصوت وكل الأمور الفنية. فلذلك أنا اللي عنده نية وبالتأكيد من أبرز ما يميز هذا الشخص هو الأخلاق، وأن لا يرد الإساءة إلا بالإحسان. يقصد لحظة بس هدوء إمام علي. هدوء خلي أفهم عادل. إمام عثمان يا أستاذ عادل. أستاذ عادل طيب أنت تنظر إلي بس لحظة أخونا لحظة أنت تنظر إلي على أنني أسفل السافلين الآن. نعم أنت من أئمة الكفر. لا أنا أريد وهذا بالتأكيد لم يأتي بالصدفة، إنما جاء لأنه يتبع أحاديث أهل البيت عليهم السلام بالحث على الأخلاق مع الكل ومن دون استثناء، فنراه بأغلب الأحيان لا يرد على الإساءة بالإساءة مع أنه قادر على ذلك، ولكن من صفات المؤمن أن يقابل الإساءة بالإحسان، وهذه نادرة جدا في مجتمعاتنا الحالية. أيضا هو من الأشخاص الذين يقرؤون فيتعلمون ويعلمون بما يتعلمون، وأيضا يجمع بين الدين والغلظة على من يدعون الدين، فنراه ينهر من يتعدى على أهل البيت عليهم السلام في الوقت الذي يبكي لأجل مظلومية أهل البيت عليهم السلام. وكيف يقولون لنا أن هذا شرك؟ أنا فقدت أعصابي وانهرت بالبكاء، وسحبني إلى أن أخرجني إلى جانب الجبل، فخرجت على الجبل وأصرخ يا علي يا أبا الحسن يا علي يا أبا الحسن، وأفقت على رؤيا صلاة يعني وقت الفجر، وكانت زوجتي. النقطة ما قبل الأخير في هذا الوثائق هو كره شديد للكذب وإلى الأشخاص الذين يكذبون، وهذا لأنه يتبع قول الإمام المعصوم عليه السلام: كل الموبقات في صندوق ومفتاحها الكذب.
النقطة الأخيرة التي سأتحدث بها في هذا الوثائق هي أنه لا يحب الوجاهة، لدرجة عندما سألته عن إذا ما كان يريد أن يضيف أو يكتب شيئا في هذا الوثائق بشيء يميزه عن غيره، فقال لي هذه الكلمة التي لا أنساها ما حييت: ابني علي. كل شيء مسجل عند السيدة الزهراء عليها السلام، وهي اللي تعرف ماذا قدمت. وفي الختام، لا ننسى الرعب الحقيقي الذي يشكله للوهابية في برنامج سؤال بريء، فتره دائما ما يقطع دابر الوهابية بأدلة مدمرة: العرعور، وليد إسماعيل، وسيد مازن، ورامي عيسى، وعثمان الخميس، وبعض من أطفال السقيفة لقنهم درسا ويجعلهم أضحوكة أمام العالم. أنت معاوي، واضح؟ وأنا أنا معاوي على عيني والرأس. أنا نعل معاوية، أنا نعال معاوية. نعم، يعني أنا والله الآن يجوز أقول لك تفضل دوري لك يا نعال معاوية. وبالحديث عن التأثير الذي يمثله برنامج سؤال بريء، دائما ما نلاحظ الوهابية يبلغون على برنامجه لدرجة أنهم يتمنون أن يغلقوا. شفنا احنا كيف إن أنا دخلت القرفة وقلت لازم أخرب برنامجه، هذه كلمة حق ما أنكرها. شفنا احنا كيف يعني صراحة، ولا أنا خايف نتكلم صريح يعني. هذا نرجع له، مش مشكلة. أنا ولو كان الثمن أموالا كثيرة، وإن تكلم أحد الوهابية بصريح العبارة أنهم يسعون في غرفة خاصة على تخريب برنامج سؤال بريء. والسؤال هنا، إذا كان هذا البرنامج غير مؤثر في عقيدة هؤلاء، لماذا يخافون منه لدرجة أنهم يبلغون على بثوثه المباشرة؟ في الختام أقول: ادعموا الحاج وعد اللامي في هذه المسيرة المشرفة بالدفاع عن محمد وآل محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لله دركم يا شيعة، هرب وليد إسماعيل. الله أكبر، الله أكبر، والعزة لمحمد وآل محمد. اركض على قولة الأفضل. يا أهل السنة، بالله عليكم أين محاوريكم؟ يا أهل السنة، بالله عليكم، أهؤلاء من يمثلونكم؟ يا أهل السنة، ترفعون رؤوسكم بهؤلاء؟ يا أهل السنة، أتفخرون بهؤلاء؟ يا أهل السنة، أين محاوريكم؟ أين مشايخكم؟ وقال الألوسي: شكراً، شكراً، انتهى وقتك يا فضيلة الشيخ. وهو قول زنديق ملحد. شكراً، شكراً. فضيلة الشيخ أو الحاج وعد، يعني نكمل المناظرة يعني. تعيد الوقت الآن، بما أنك قاطعت تعيد الوقت. تفضل يا حاج وعد، هذا من وقتك، هذا من وقتك. لن أتكلم حتى تعيد الوقت. لك المطلق الحرية، لك لن أتكلم حتى تعيد الوقت. طيب لا تعيد الوقت. لا تعيد الوقت، نعم. بعد هذه القراءة، حاج وعد لك 3 دقائق نعيد لك الوقت، تفضل. لا، لأنه أخذتم الوقت وأعطيتموه للعرض، تعطيني 3 دقائق والوقت الذي تكلم. تفضل. محمد واجب، أنا أعتقد بدليل في كل صلاة نصلي على محمد وآل محمد. أما أن تقول العرب وأفغان، يا أخي أنا أحب الأفغان. أحبهم كلهم. أنا أحب الباكستان. أحبهم كلهم. أحب كل إنسان مسلم يشهد لا إله إلا الله محمد. جزاك الله كل خير. هل هذا انتقاص لكم يا عرب؟ لا، الفكرة ما يقول احنا يعني الى حبينا واحد الناس. القرآن وصف الله تبارك وتعالى بأنه كتاب مهيمن. شنو معنى؟ هذه بضاعتنا يا زهرة، هذه بضاعتنا يا زهرة.